الكشف بيقول ان عندك لغط في القلب حاليا مش خطر، بس السكوت عليه والاهمال فيه طبعا خطر. ان شاء الله هتعيش وتجوزهم وتشيل ولاد ولادهم على ايديك. مش شايف ان ده تقصير منك في حق المستشفى والمرضى؟ انا جاي اطلب ايد اخت حضرتك الانسه نوال. الله لا، ليه الناس يعني سيئ النيه كده باي علاقه بين راجل وست؟ على فكره انا شفت صور الباسبور. مبروك يا حبيبي. انا لو اتجوزت مين هيقوم بشغل البيت؟ مين هيرعاه ويرعى اخواتك البنات؟ ده انا سايبكم واقفين على رجليكم، كل واحده فيكم مسؤوله عن بيت. انتوا ازاي ما قدرتوش تصرفوا امور حياتكم؟